أحسن الله إليكم. من أسئلة الحج الأخ عبد الله يقول: من عليه ديون كثيرة في هذا الزمان هل يتوجب عليه الحج؟ نرجو التفصيل في ذلك. إذا كان عنده مال يسدد الديون ويتمكن أن يحج منه في نفقته فلا بأس، يجب، قد يجب عليه إذا لم يؤدي الفريضة، أو يستحب له إذا كان أدى الفريضة استحب له الحج نافلة. أما إذا كان المال الذي عنده قليل، كان قليلا ولا يفي ولا يتسع لسداد الدين وللحج، فإنه يبدأ بسداد الدين ولا يحج. نعم.